يعني هي حلاوتها انه هي بسيطه، الشكاله كلياتنا بنستخدم الشكاله، وقررت احط هيك ورا شكالتي. بدي شغله انه شعري بياخذ اقل وقت من شعرك. هي اول مره بسوي شعري عم حطوا لي شكاله، فاكتشفت انه قراري صح اني ما عم ساوي شعري. يعني كثير طبيعي ننزرب بحمام كلنا سوا. طلعوا لي ايدي صرت كيس زبالة محترم. هيك نصبغ الشعر على السات بين المشاهد. كيف ستايل؟ يقال شيء هذا مام مهتشم.